بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم مهم جدا عن الخريطة السيكومترية استكمالا لمحاضرات التكييف المركزي ولمحاضرات تقنية سيادة التبريد والتكييف لطلبة الدبلوم هندسة التبريد والتكييف ولطلبة هندسة المباني. الخريطة السيكومترية توضح بيانيا العلاقة بين درجة حرارة الهواء والرطوبة وخواص حرارية أخرى. والخريطة السيكومترية تستخدم أو تستعمل أو تستعمل كأداة لاختيار وتحديد بعض الأجهزة والمعدات التي تستخدم في مجالات التكييف. ولدراسة خواص الهواء يجب معرفة ثلاث تعريف للهواء، وهي الهواء الجوي. يتكون الهواء الجوي من الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون ورطوبة وغازات أخرى، كما أنه يحتوي على بعض الملوثات كالغبار والأدخنة، وهو الهواء الذي نتنفسه عادة. الهواء الجاف يعتبر هواء الجاف جافا عند إزالة كل الملوثات والرطوبة من الهواء، هو عبارة عن 78% منه حجما نيتروجين، 21% أكسجين، و1% غازات أخرى. الهواء الرطب هو خليط من الهواء الجاف والرطوبة. خصائص الهواء الرطب باعتبار هواء غاز مثالي يتبع قوانين الغاز المثالي الذي يتبع اللي هو القانون العام للغازات اللي هو البي في تساوي الام الكتلة في الار ثابت عام غازات في درجة الحرارة. الرطوبة النسبية هي مقياس نسبة كمية رطوبة الهواء إلى كمية القصوى التي يمكن أن يحملها الهواء طبعا في الأماكن المكيفة. كمية الرطوبة الموجودة في المكان على الكمية الكلية التي ممكن أن يستوعبها المكان، تمام؟ عندما نقول 100% رطوبة أي يعني أنها وصلت لمرحلة الإشباع التام من الرطوبة. 50% من الرطوبة النسبية تعني أنه 50% من المكان أصبح مشبع بالرطوبة. إذا كانت كمية الرطوبة الموجودة في الغرفة تساوي 10 جرام لكل متر مكعب عند درجة حرارة 22 سي، ثم أضيفت رطوبة إلى الهواء الغرفة حتى وصل إلى درجة التشبع بحيث لا يقبل أي زيادة في كمية الرطوبة، ووجد أن كمية الرطوبة بعد التشبع وعند نفس درجة الحرارة هي 20 جرام لكل متر مكعب. عليه تكون الرطوبة النسبية العشرة اللي كانت في الغرفة على اللي هو التوتال الكمية الكلية التي تشبع الغرفة اللي هي 20، بطلع لنا 50% رطوبة نسبية وهكذا. كذلك 39% رطوبة نسبية يعني أنه الغرفة مشبعة 39% من الكمية الكلية التي ممكن أن تتشبع فيها بها الغرفة من الرطوبة. درجة الحرارة الجافة هي درجة حرارة المقاسة بواسطة الترمومتر العادي، هي الدرجة العادية المحسوسة اللي احنا نشعر بها بشكل عام، هي درجة حرارة المقاسة بواسطة الترمومتر. في عندنا درجة حرارة ثانية تسمى درجة حرارة الرطوبة، وهي درجة حرارة رطبة وعبارة عن أقل درجة حرارة يقيسها الترمومتر الرطب. والترمومتر الرطب عبارة عن ترمومتر زئبقي عادة عادي بصيلته مغطاة بقطعة قماش مبللة. أحيانا تعرف درجة حرارة رطبة بدرجة حرارة التشبع الأدياباتية، وذلك لأن الحرارة اللازمة لتبخر الماء من قطعة القماش تؤخذ كلها من الهواء الجوي الذي يمر خلاله، وهذا الشكل يوضح أن اللي هو المقلاع أو الأداة اللي تستخدم لقياس درجة الحرارة الرطبة. مكونات الخريطة السيكومترية زي ما أنتم شايفين تتكون من عدة خصائص وهنشوفها بالتفصيل. أول هذه الخصائص هي الخطوط درجة الحرارة الجافة، وهي خطوط رأسية كما في الرسم. هذه الخطوط الرأسية أنتم شايفينها بتبدأ من السالب وصولا إلى 50 و60 وممكن تصل ل70 درجة مئوية. زيادة درجة الحرارة تأخذ في هذا الاتجاه من الأقل حتى الأكبر. درجة الحرارة الرطبة وتؤخذ بزاوية حادة، هذه الخطوط المتقطعة بزاوية حادة تعتبر هذه الخطوط ثبوت درجة الحرارة الرطبة، وتزداد تدريجيا من أسفل إلى أعلى، وتكون الأرقام متواجدة على المنحنى مباشرة.
رطوبة نسبية بتكون أرقامها موجودة في الأعلى، وهذه الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10 و20 و30 وصولا للخط التشبع التام للغرف أو للمكان المكيف حتى 100% رطوبة نسبية. فإن الرطوبة النوعية غالبا تكون وحدة الرطوبة النوعية هي كيلوغرام لكل كيلو، وتعني كمية الرطوبة للماء الموجودة في كتلة كيلوغرام من الهواء الجاف، يعني قديش في الكيلو الواحد موجود في عندنا رطوبة في الكيلو الواحد، وهي تختلف عن الرطوبة النسبية. نحن حكينا عن الرطوبة النسبية، لكن الرطوبة النوعية كم الكمية الرطوبة الموجودة في كتلة الكيلو لجرام الواحد، وأرقامها موجودة في الجهة اليمين من الخريطة، وتزداد تدريجيا كل ما اتجهنا للأعلى، تزداد تدريجيا كل ما اتجهنا إلى الأعلى تزداد الرطوبة النوعية. الحجم النوعي وهي وحدة متر مكعب لكل كيلو، وهي أقل من العدد الواحد صحيح، وبتبدأ عندنا تقريبا من الأسفل من 0.75 وصولا إلى 0.99 في أعلى المنحنى، وتدريجيا تزداد إلى الأعلى للسبيسيفيك فوليوم. طاقة الإنتالبيا، خطوط الإنتالبيا توجد على أطراف الخريطة السيكومترية، وبكثير من الكتب تعتبر خطوط درجة الحرارة الرطبة هي نفسها خطوط طاقة الإنتالبيا. تقريبا هي تأخذ اللي هو الزاوية الحادة اللي بتاخدها تقريبا درجة الحرارة الرطبة، ويكون إلها مسطرة خاصة فيها خارجية من أعلى ومسطرة من الأسفل. عند تحديد أي نقطة يجب أن تتلاقى النقطة من الأعلى مع النقطة الأسفل لتحديد نقطة الإنتالبيا بأي نقطة في الخريطة. درجة حرارة الندى هي درجة حرارة التي عندها يتكثف البخار الماء الموجود في الهواء، ويمكن قراءتها عند خط التشبع من قراءة درجة حرارة رطبة. هي نفس درجات حرارة رطبة بتكون موجودة هان، لكن حرارة رطبة بتكون بميل بزاوية حادة، لكن اتجاه درجة حرارة الندى تأخذ هذا الاتجاه الأفقي زي ما انتم شايفين، يختلف عن درجة حرارة الرطبة. الأرقام بتكون موجودة على المنحنى، تزداد درجة حرارة الندى كل ما اتجهنا إلى الأعلى تدريجيا. وبالتالي بتكون عندنا الخريطة بشكل عام أو بكامل الخصائص، درجة حرارة الجافة في الأسفل، الرطوبة النوعية تكون بالجهة اليمنى، درجة حرارة الرطب زي ما انتم شايفين بزاوية حادة، الحجم النوعي يأخذ أيضا زاوية أكبر منه، الرطوبة النسبية من أعلى إلى أسفل بمنحنيات، وهكذا ممكن تحديد جميع خصائص الحرارية لأي نقطة أو لأي نظام حراري داخل هذا المخطط أو هذه الخريطة. تعال نشوف مثال: هواء رطب عند 32 درجة حرارية جافة و24 عند درجة حرارة رطبة، أوجد الرطوبة النسبية والإنتالبيا. أول حاجة بنحدد اللي هو النقطة على هذه الخريطة، عشان نحدد أي نقطة بالزمنة خاصيتين عشان نوجد مكان أي نقطة على هذه الخريطة. هو معطيني خاصية أولى 32 جاف و24 رطب. 32 جاف زي ما انتم شايفين هي 30 وهي 35، بتكون تقريبا هان بمد الخط حتى يتلاقى مع اللي هو ايش؟ يتلاقى مع 24 درجة حرارة رطبة. 24 درجة حرارة هي 20 زي ما انتم شايفين، هي 21 22 23 22، هو جمع 24 بده 24 هي 25 هي 24، بنمد الخط يتقاطع مع الخط الأحمر في نقطة، وبالتالي تكون هي هذه النقطة المطلوب إيجاد خصائص هذه النقطة. المطلوب من السؤال إيجاد اللي هو الرطوبة النسبية. بنشوف الخطوط، هي خطوط الرطوبة النسبية في الأعلى، خطوط الرطوبة النسبية في الأعلى زي ما أنتم شايفين، وهي موجودة هان، هي 2 4 6 8 15 الخطوط 25، وتزداد تدريجيا حتى نشوف الخط اللي احنا بدنا اياه. هذا الخط تقريبا تصل عند هي زي ما انتم شايفين 50%، هي مكتوب 50% رطوبة نسبية، اذا الرطوبة عندنا 50%. طيب رطوبة 50%، الانتالبيا تعال نشوف الانتالبيا، النقطة هذه طلع المسطرة فوق
يجب أن يتقاطع الخط هذا مع الخط مع المسطرة من أسفل من ميد في النقطة، تتقاطع تقريبا 70 وشوية وحدود 73 الانتالبيا في هذا السؤال. سؤال ثاني، هواء رطب عند 23 سي ورطوبة نسبية 60، أعطاني خاصية أولى وخاصية ثانية. عشان أوجد أي نقطة على هذه الخريطة يجب أن تكون عندي معطيات على الأقل اللي هو خاصيتين من هذه الخصائص 23 و 60. تعال نشوف، هاي 23 هي 20، هاي 23 بمد الخط حتى يتقاطع مع اللي هو ايه مع الرطوبة النسبية اللي هي ايه 60، اللي هي ايه 60، هاي 60 شايفها 50 60 تتقاطع في النقطة هذه، تمام؟ بنمد حتى نتقاطع مع الخط. هذا المنحنى كله 60 زي ما انتم شايفين، هذا المنحنى ايوه كله 60، وبالتالي احنا بنمد الخط 23 حتى يتقاطع يصل لعند المنحنى هذا ويتقاطع معاه في النقطة. طيب ما هو المطلوب؟ أوجد الانتالبيا ودرجة حرارة رطبة. زي ما انتم شايفين درجة حرارة رطبة بتكون بزاوية حادة، هي درجة حرارة 15 شايفين، هي 10 15 وهي 20 تقريبا، هي بتكون 18. طيب بده الانتالبيا، بنمد حتى نصل للمسطرة، هي المسطرة بتعطينا تقريبا 53 اللي هي ايه الانتالبيا 53، تمام. العمليات السيكومترية، في عندي مجموعة من العمليات السيكومترية اللي بيكون فيها أي مكيف تكييف مركزي أو موضعي أو شباكي، هذه العمليات محددة ويجب دراستها على الخرائط السيكومترية، ومنها نتعرف كيف ممكن استخدام هذه الخرائط في تحديد العمليات السيكومترية المختلفة بأنواعها. أول هذه العمليات ما يسمى بالتبريد والتسخين المحسوس. العمليات الحرارية المحسوسة هي عملية يتم فيها إضافة حرارة، بدنا نسخن الهواء الجوي أو إزالتها من خلال التبريد، عملية تسخين أو عملية تبريد، يعني عملية رفع درجة الحرارة أو عملية إن احنا نقلل أو نخفض من هذه الحرارة، تمام. تعال نشوف إيش اللي بيصير في العملية في الخريطة السيكومترية. هنلاحظ عندنا درجة حرارة مثلا عندنا 40 هان 40، وبدنا نقوم بعمليات تبريد، وبالتالي كل ما اتجهنا في الاتجاه المضاد تقل درجة الحرارة. عارفين كل ما اتجهنا في هذا الاتجاه تزداد درجة الحرارة، وكل ما اتجهنا في الاتجاه المضاد تقل درجة الحرارة، وبالتالي عملية التبريد في هذا الاتجاه وعملية التسخين تكون في الاتجاه المضاد. وحتى تكون عملية التبريد بيلزمنا ملفات تبريد من خلال وسائط التبريد أو غاز التبريد، بتم إدخال الهواء الساخن على وسيط التبريد، بخرج من الاتجاه الآخر من خلال الملف هذا بدرجة حرارة أقل، وممكن أن يكون إيه وحصلنا على التبريد ويسمى بالتبريد المحسوس. بالنسبة للتسخين العملية معاكسة تماما، من A نتجه في اتجاه B، عندي هنا 40 درجة اتجاهنا في اتجاه B بتكون هنا 50 درجة. طب كيف هذا بيصير؟ بيتم ضخ الهواء من خلال ملفات هيتر تسخين، هذه الملفات التسخين تعمل على رفع درجة حرارة الهواء بالمقدار اللي انت بتحدده. طيب في عندنا مجموعة قوانين لتحديد اللي هو التبريد او التسخين المحسوس. القانون بيقول لك اللي هو كمية الحرارة تساوي كتلة الهواء مضروبة في ايش؟ في دلتا اتش اللي هي دلتا الانتالبيا للهواء ما قبل عملية التسخين وما بعد عملية التسخين، او نستخدم هذا القانون الكتلة في اللي هو السبيسيفيك هيت اللي هو السبيسيفيك هيت اللي هو الحرارة معامل حراري لا اللي هو النوعي لا الهواء في مضروب في فرق درجات الحرارة، تمام. ويمكن التبريد بيكون محسوس تم تبريد الهواء لدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الندى. طبعا احنا لو وصلنا لهذا الخط بكون احنا وصلنا لدرجة حرارة الندى، تمام. وبالتالي هذا القوانين سواء كان استخدمنا الدلتا تي او الدلتا اتش مضروبه في الكتله او دلتا تي مضروبه في الكتله في اللي هو في السبيسيفيك هيت اللي هو الحراره النوويه مع الحراره النوويه للهواء، تمام. معدل سريان الهواء اللي هو كيو يساوي معدل سريان الهواء الحجمي مقسوما على حجم النووي. احنا عندنا معدلات لكميات الهواء اللي داخله
في حيز المراد تبريده. هذا معدل سرعة الهواء أو الكتلة هي نفسها، لكن إيه الاختلاف ما بينهم؟ هذا مقسوم على الحجم النوعي لمين؟ لمعدل السريان بعطيني اللي هو إيه الكتلة. إذا الكتلة شو بتساوي؟ سو معدل السريان اللي هو متر مكعب مثلا لكل ثانية مقسوم على الحجم النوعي للهواء بعطيني إيه الكتلة. تمام. الحرارة النوعية للهواء حكينا عنها هي هان، وهذا معامل حراري، تساوي تقريبا 1 كيلو جول لكل كيلوغرام في كلفن. غالبا ما ناخذ الحراره النوعيه للهواء تقريبا ناخذها 1 صحيح، واحفظها 1 صحيح لحل المسائل المختلفه للهواء الجوي. تعال نشوف مثال. احسب الحمل على ملف التسخين عند تسخين 1.5 متر مكعب لكل ثانيه. ما اعطانيش هنا كتله، اعطاني ايش؟ معدل سريان متر مكعب. عشان احولها لكتله تلزمني في القانون تبعي لازم اقسم على الحجم النوعي للهواء، الحجم النوعي للهواء، تذكر هذه المعلومه، للهواء الرطب عند اللي هو ايش الاحداثيات هذه، وكان اللي هو ملف التسخين تم زيادته ب 20 درجه مئويه. ومن ثم هذا كان المائع المستخدم لملف التسخين هو ماء ساخن يدخل الملف عند 85 ويخرج عند اللي هو 75. احسب الكتلة المارة في الملف، بده الكتلة المارة في الملف وبده اللي هو حمل التسخين. تمام. بنحدد مباشرة اللي هو 21 من الإحداثيات اللي أعطانا إياها، 21 جاف و15 اللي هو درجة حرارة رطبة. هي ال 21 تتراكم مع 15 في نقطة، وقال لك زادت درجة الحرارة، سخنا درجة الحرارة بمقدار 20، عملية تسخين. وبالتالي زدنا 20 درجة حتى وصلنا للمنطقة هذه، 20 زائد 21 بعطينا 41 في النقطة هان، بنمدها بتكون هذا خط العمل، خط التسخين اللي صار. تمام. ومن الخريطة السيكومترية بتوجد الانتالبيا للنقطة هذه، احنا بنمد فاكرين المسطرة اللي هان، بنوجد الانتالبيا، وبنوجد الانتالبيا للنقطة B من خلال المسطرة الموجودة تحت وفوق. تمام. أوجدنا الانتالبيا وتوجد الحجم النوعي. ليش الحجم النوعي؟ عشان نوجد الكتلة، نوجد الحجم النوعي للهواء في النقطة A. حجم النوعي بنوجده من الأرقام الموجودة هان للحجم النوعي، بيطلع لنا 0.844 بنقسم تطلع لنا اللي هو الكتلة. تمام. فيما بعد بنجيب حمل ملف التسخين، عندنا الكتلة أصبحت موجودة ودلتا اتش موجودة حصلنا عليها، وبالتالي أصبح عندنا 35.9 هي الحمل الحراري على ملف التسخين. بدك تجيب، ممكن نجيبها من درجة الحرارة إذا كان بدكش تجيبها من الانتالبيا. توجد درجة حرارة أنت عندك هذه موجودة وعندك اللي هان موجودة، ودلتا تي هي معروفة 20 درجة مضروبة في كتلة 1 ضرب اللي هو 1.78 اللي هي الكتلة اللي حصلنا عليها فوق هيها. تمام. مضروبة في 1 اللي هي السبيسيفيك هيت تبعت الهواء، الحرارة النوعية للهواء. ولحساب كمية الماء المار في الملف في التسخين ومعدل اتزان الطاقة، كيف بدنا نحسب عمليات التسخين؟ هنجيبنا كيو، هذه حمل التسخين اللي صار في الهواء، لكن احنا بدنا العملية الحرارية أو اللي هو الحساب كمية الماء المار في ملف التسخين، قديش كمية المية؟ بدنا كتلة المية، حصلنا على كتلة الهواء لكن بدنا كتلة المية. طيب في معلومة مهمة لازم تعرفها، الحرارة المفقودة من المية تساوي الحرارة المكتسبة من الهواء. قديش احنا اكتسبنا من هان حرارة؟ احنا منين جبنا الحرارة؟ من المية. إذا هذه الحرارة تساوي الحرارة المكتسبة من الهواء تساوي الحرارة المفقودة من الماء. إذا الكيو تاعت المية حصلنا عليها اللي هي تساوي أصبحت 35.6. تمام. وعندنا اللي هو الكتلة احنا بدنا إياها، والسي بي للمية معطيني إياها في السؤال 4.18، معطيني إياها معطى في السؤال، أيه معطى في السؤال للمية اللي هو السبيسيفيك هيت للماء، سبيسيفيك هيت الحرارة النوعية للمية ضرب 10 اللي هي دلتا تي فرق درجات الحرارة لملفات المية، فرق درجات الحرارة لملفات المية، في هنا مية سخنة بدنا نجيب كتلتها، لكن الفرق دخلت هان الهواء ودخل على مرشات مية أو ملف ساخن مية وطلع من هان ساخن، طلع من هان ساخن، فرق درجات الحرارة ما بين الدخول والخروج منين بدنا نجيبها؟ بدنا نجيبها من خلال معلومه هي 85 يدخل الملف عند 85 ويخرج عند 75، اذا 85 ناقص 75 بيطلع عندي 10 درجات، هي 10 درجات ومنها بطلع الكتله
كتلة الماء الساخن اللي تم استخدامه لتسخين الهواء، لتسخين ايه؟ الهواء. تمام، تعال نشوف اللي احنا حليناه على الخريطة السيكومترية. هي 20 21 بنمد زي ما انتم شايفين بتتقاطع مع درجة الحرارة الرطبة 15، حصلنا على النقطة. تمام، ورحنا مدينا 20 درجة لما وصلنا لإيه؟ ل 41. هاي وصلنا ل 41. تمام، بدنا الإنتال بهان والإنتال بهان. التال بهان بنمد هي صارت 41، وبنهان بنمد هي 61. 41 و61 اللي احنا ايش طرحناهم من بعض من فوق، هاي 61 و41 تذكر. تمام، هي حصلنا على الانتاج، وبده الحجم النووي عشان نوجد الكتلة، كتلة الهواء. فاكرين هاي الخيل الخطوط الحاجة، هاي 80، هاي 80 حجم نوعي، وهي 85، والخط تبعنا وينه؟ هاي الخط تبعنا اقرب لصفر 8 4 4. تمام، هاي لو تحسبها هي 0 8 5، احنا شوية لورا 0 8 4 4. تلزمني ليش؟ تلزمني عشان اوجد الكتلة، توجدني تلزمني عشان 1.5 اللي هي متر مكعب لكل ثانية، بدي اقسمها على الحجم النووي عشان اطلع الكتلة، معدل سريان الكتلة اللي بتلزمني في القانون عشان اعوض، عشان اوجد كمية الحرارة اللي تم تسخين فيها الهواء، تم تسخين فيها الهواء. وبالتالي بالطريقة هذه احنا نوجد الخصائص الحرارية. عملية تانية من عمليات الحرارية في التكييف المركزي هي التبريد التبخيري. عملية التبريد التبخيري هي عملية ادياباطية، بمعنى عدم فقدان او اكتساب الحرارة، ويمكن الحصول على ترطيب مع تبريد احدى الطرق الاتية. يعني احنا بدنا نقوم بعملية تبريد الهواء وبدنا شوية بخار، بدنا نبرد وبدنا شوية بخار. طب كيف؟ من خلال امرار طيار من الهواء على الرشاش مية. بدنا نشفط الهواء من غرفة وندخله على رشاش مية، او امرار طيار من الهواء على سطح مبتل كبير، سطح مبتل فيه مية، فيه سائل، ومر عليه الهواء ويحدث ايش؟ ان هو يلتقط هذا البخار، دفع قطرات من الماء اثناء مرور البخار. زي ما انتم شايفين عبارة عن مرش، هذا المرش عبارة عن قطرات مية او رشاش، بدخل الهواء ساخن بيطلع من الجهة الثانية بارد. هذا الرشاش بيكون بارد في نفس الوقت، بيكون بتحمل رطوبة او بتحمل بخار وبتنخفض درجة حرارة. طب كيف ممكن نرسم هذه العملية على السيكومترية؟ احنا موجودين هان، فرض انه هان عندي درجة حرارة 40 ومطلوب تبريد تبخيري، بروح شو بساوي؟ بروح بتجه في هذا الاتجاه للتبريد، بقلل درجة الحرارة في نفس الوقت بزيد الرطوبة. فاكر كنا نقول كل ما طلعنا لفوق كل ما كانت الرطوبة تزداد. احنا بدنا تبخير يعني الرطوبة تزداد، وبالتالي احنا كنا في ايه؟ صرنا في بي، كانت الرطوبة هان صارت الرطوبة هان، يعني الرطوبة هان صارت ضعف الرطوبة الموجودة هان، زائد ان الحرارة كانت هان 40 صارت هان 30 او 20، وبالتالي حصلنا على تبريد وحصلنا على ايه؟ على تبخير او رطوبة زيادة. لو لاحظنا اللي بيصير في العمليات، درجة الحرارة تقل زي ما انتم شايفين تقل، الرطوبة درجة الحرارة الرطبة تقل، الرطوبة النسبية تزداد، قلنا هان مثلا 30 صار 50 او 60، الرطوبة النوعية ايضا تزداد، وهكذا في بقيه الخصائص. هذا الامر خلينا نصل لحاجه اسمها اذا كان تاثير غرفه الرش 100%، اذا كان عمليه الرش هنا 100% واخذنا كفايه او كفاءه عاليه في عمليه الرش وادخال الرطوبه في المكان، فاننا حنصل من ايه؟ سنصل الى 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 الخط تبع خطوط درجه حراره الندر. اي يعني حنصل لحاجه لكفاءه تصل اكثر من 80% أو 90% من عملية اللي هو الإشباع، ما يسمى بكفاءة الإشباع. طيب في قانون كفاءة الإشباع شو بتساوي؟ اللي هو دلتا تي على دلتا تي، الفرق ما بين درجة حرارة تي اي عادي ناقص تي بي، يعني الحرارة من هان ناقص الحرارة من هان، على تي حرارة اللي درجة حرارة اي ناقص درجة حرارة سي. هذا يسمى ايه؟ اللي هو كفاءة الإشباع، قديش احنا حصلنا على إشباع من عملية الرش اللي احنا رشيناها من هان. درجة الحرارة اللي هان ناقص درجة الحرارة اللي هان على درجة حرارة اللي هان ناقص درجة حرارة سي اللي هي عند نقطة الندى أو عند درجة حرارة الندى. تمام، تذكر هذا القانون. كيف تشتغل على درجة الحرارة؟ ممكن تشتغل على ايش؟ على أوميجا اللي هي الرطوبة. بنعيد تاني، بنقول أن الرطوبة عند ايه؟ الرطوبة اللي هان عند ايه؟ ناقص الرطوبة عند بي.
على الرطوبة عند إيه؟ ناقص الرطوبة عند إيه؟ عند سي. وبالتالي إحنا بنوجد عملية الإشباع. في سؤال 15 متر مكعب على أس، أول ما تشوف 15 متر مكعب لازم توجد الحجم النووي عشان تتخلص من إيه؟ من اللي هو المتر المكعب وتحولها إيه؟ لكتلة من الهواء الرطب. عند الإحداثيات أعطاني نقطة، هي إحداثيات الأولى والثانية تم إمرارها خلال رشاشات لغسالة هواء. إذا عملت إذا علمت إن كفاءة الإشباع معطيني 90% إيه؟ كفاءة الإشباع اللي هان 90% كفاءة الإشباع. طيب واللي يحسب حالة الهواء عند الخروج بده الخصائص لدرجة الحرارة عند الخروج ومعدل سريان الماء التعويض، تمام؟ إحنا عارفين إن الكفاءة بتساوي دلتا أوميجا على دلتا أوميجا، حكينا فيها، تمام؟ هو من الخريطة السيكمدرية نوجد اللي هو أوميجا إيه، ومن ثم نوجد الأوميجا سي، وعليها بنوجد اللي هو الاوميجا بي. تعال تنشوف الخريطه السيكمتريه، هاي رسمنا لك اياها. تعال شوف النقطه الاولى، النقطه الاولى اللي معطيني اياها 45 و31، 45 و1 هي 45 بمد لما تتلاقى مع اللي هو ايه؟ مع اللي هو درجه الحراره الايه؟ ال 31، درجه الحراره 31 في نقطه، تمام؟ او مباشره او وجدت اوميجا، هي الرطوبه النوعيه، تذكر هي الرطوبه النوعيه، تمام؟ بمد الخط للنهايه لما اصل لوين؟ اصل لدرجه حراره الندى، ومن خلالها بوجد اللي هو اوميجا الثانيه، وبتكون هذه ايه؟ الرطوبه النوعيه لا سي، هذه ايه؟ وهذه ايه؟ سي، هذه ايه؟ وهذه اللي هي ايه؟ سي، زي ما انت شايف. أنا عندي A موجودة وعندي C وA أنا موجودة وبدي أطلع B ومعطيني هو الكفاءة، عوضت وأوجدت الأوميجا B مباشرة من هذا السؤال. ممكن توجد هذا الكلام من خلال درجات الحرارة، أنت حر يا من خلال أوميجا يا من خلال درجات الحرارة بتوجد هذا الكلام، تمام؟ في أن عملية أخرى تسمى عملية حقن البخار. حقن البخار بتضخ بخار في المكان من غير ما يصير تغيير في درجة الحرارة، أي ما زي أنت شايف، أنا عندي درجة حرارة 40 مثلا، بضخ بخار في المكان من غير من غير ما تنقص درجة الحرارة، على سبيل المثال في الغرف الساونة، عندي مثلا 50 درجة مئوية و40 درجة مئوية، بديش إنها تقل، ممنوع إنها تقل، بالمقابل بدي البخار يكون أكبر ما يكون، عملية حقن البخار من خلال المرشات مع الحفاظ على درجة الحرارة، إيه كانت 50 ب 50 من غير اي تغيير، من غير اي تغيير، تمام. تعال نشوف سؤال، يتم دفع بخار عند 100 درجه مئويه الى تيار هواء، هي احداثياته، هذه احداثيات اللي هي نقطه A، احداثيات نقطه A، تذكر 21 و 50% بمعدل 1 كيلو لكل 150 كيلو، يعني احنا بنضخ بخار 1 كيلو لكل 150 كيلو من الهواء الجاف. ماذا تكون حالة الهواء النهائية؟ بده اللي هو النقطة النهائية، النقطة النهائية بده النقطة B، توجد خواص خصائصها، خصائص النقطة B، تمام؟ خصائص النقطة B، أول حاجة سواها قال إنه بما إن أنا بضخ 1 كيلو لكل 150 كيلو، بضخ بخار 1 كيلو لكل 150، لو قسمت 1 على 150 تطلع معي من عندي اللي هي قديش كمية الرطوبة، كتلة الرطوبة اللي أنا البخار اللي ضخيتها في إيش؟ في اللي هو 150 كيلو اللي هو هواء، تمام؟ اذا طلعت عندي دلتا اوميجا، دلتا اوميجا بضيفها للاوميجا 1 تطلع عندي اوميجا 2، صح ولا لا؟ انا عندي اوميجا هذه موجوده وحصلت على دلتا اوميجا، المسافه هذه حصلت عليها، بضيف دلتا اوميجا هان على فرض ان عندي اوميجا A تساوي 1 وعندي دلتا اوميجا 2، بقول 1 زائد 2 تطلع 3، بوجد اللي هو ايه؟ بوجد الاوميجا اللي هي الرطوبة النوعية ايه؟ لبي، وبالتالي أوجدتها وأوجدت خصائصها، أوجدتها وأوجدت خصائصها. تعال نشوف على الخريطة السيكومترية، تمام؟ هذه الإحداثيات الأولى 21 بمدها لما ايش؟ لما تتقاطع مع اللي هو ايش؟ بمدها زي ما أنت شايف الإحداثيات اللي عندي ايش كانت؟ تعال نتذكر اللي هو 21 و50، 21 و50، 21 هي 21 زي ما أنت شايف بمد لما اصل الى 50، 50 ايه؟ 50 اللي هو خط اللي هو الرطوبه النسبيه، خط اللي هو الرطوبه النسبيه، لما هي تصل لحديثها هي ايه؟ 50، هي شايفها 50،
50 تتقاطع معها في النقطة. أول حاجة بوجد أوميجا، هاي الأوميجا الأولى شايفها، هذه الأوميجا الأولى تمام. بعدين بقول 1 كيلو بخار كان تقسيم 150 كيلو هواء، بقسم هذا لهذا تطلع معي دلتا أوميجا، هاي دلتا أوميجا بضيفها من هان لهان قش تطلع، هاي بضيف على هذا الرقم، الرقم هذا بطلع عندي القيمة، هاي القيمة هذه إيش تطلع عندي، هاي عشان أنت شايف بضيف اللي هو القيمة هذه الهان أوميجا شايفينها مع اللي هو الدلتا اللي احنا حصلنا عليها، تطلع اللي هو 0146، تطلع هي 0146، هي 1 4 6 تيجي في النص تماما، هي 6 تيجي في النص تماما تمام. هيك الموضوع اصبح مفهوم. نيجي لحاجه تانية من عمليات اللي هو التكييف المركزي، في حاجه اسمها عمليه التبريد مع ازاله الرطوبه. عمليه التبريد مع ازاله الرطوبه، انا بدي بروده لكن ما بديش رطوبه عشان ما نمرضش، بدناش مرض في الشتاء. يعني انا بدي ازيد البرودة تمام، لكن انا ما بديش رطوبة، انا ما بديش رطوبة. كنت درجة حرارة ايه؟ كانت 40 صارت 20 تمام، لكن لاحظ ان الرطوبة بتقل، الرطوبة كانت هان بعدين صارت هان، زي ما انت شايف كل ما نزلنا لتحت كانت الرطوبة ايش بتصير؟ بتقل، الرطوبة ايش بتصير؟ اللي بتقل تمام. تعال نشوف سؤال، نستخدم نفس القوانين اللي استخدمناها في حالة التسخين، فاكرين كان تسخين مع زيادة رطوبة اللي هو اللي درجة حرارة TA على TA ناقص اللي هو درجة حرارة اللي هو TB على ايش؟ على TA ناقص اللي هو درجة حرارة النبل C، فاكرين الC اللي كانت هان؟ نفس القانون هي موجود اللي هو الكفاءة بتساوي AB على AC، لكن المرة هذه ما بيسموهاش كفاءة، بيسموها الكونتاكت فاكتور اللي هو معامل التلامس في حالة التبريد، لكن الكفاءة التشبك في حالة التسخين تمام؟ في حالة التسخين تمام. تعال نشوف سؤال، هواء خارجي هي إحداثياته 22 و32، تذكر 32، تعال نشوف هي 30 هي 32 مع 22 مع درجة حرارة 20، هي 20 تقريبا، هان هي 22 اللي هي إيه درجة حرارة رطبة 22، تقاطعنا في نقطة حصلنا عليها تمام، حصلنا على النقطة الأولى، بقول تم تبريده مع تكثيفه إلى 16 درجة، إلى 16 درجة، يعني 16 درجة عملية التبريد اللي صارت تمام، بننقص من هان 16 درجة اللي هي تصل لهان تمام، من اللي هو 32 ننقص 16 درجة تصل تقريبا إلى 16 درجة، هي 16 درجة بمد الخط تمام، بمد الخط ده بمد عدل حتى أصل للنهاية، وبعدين الخط اللي هان اللي احنا حصلنا عليه بضلني أمد لما أصل لدرجة حرارة الندى، لما أصل للنقطة هذه بمدها بزاوية ثابتة، لما أصل للنقطة هذه بتقاطع معي مع الخط اللي هو 16 في نقطة تمام، أصبحت نقطة عندي A هذه موجودة والنقطة B موجودة والنقطة C أصبحت عندي موجودة، بده الإحداث بده الخصائص الحرارية لإلهن كلهن. تعال نشوف هذه الخصائص الحرارية، النقطة هذه أول ما مد هيها هذه إيش؟ الرطوبة النوعية، هي 0012 وشوية لقدام شوية لفوق تمام، وبده اللي هو الإنتالبي هي 60 وفي شوية لقدام، يعني 60 62 63، بده الحجم النوعي هي 0.88، هتقول لي منين جبتها؟ هي 0.85 تمام، بمد شوية لقدام وهي عندي 0.90، من 5 ل 90 في 5 في النص، هي خط شايفينه، هي الخط الأول، هي الخط شايفينه، هي الخط اللي هو الحجم النوعي تمام، هي الخط الثاني، هي الخط الثالث وهكذا، إذا بطلع عندي 0.88 تمام. إيش في كمان؟ ممكن نجيب برضه هذه النقطة، ممكن نجيب خصائصها، هي 35 انتالبي، هي لو حط الخط بنمده من فوق ومن تحت نفس المسطرة بيطلع نفس الإشي تمام، هي درجة الحرارة موجودة، وهي 0.83 الحجم النوعي للنقطة هذه تمام، هي 80 زي ما أنت شايف، هي 80 شوية لقدام هي 0.83، هي خطوط الحجم النوعي، هي خط أول وهي خط ثاني وهي خط ثالث تمام، وإحنا وين؟ تقريبا خط الرابع، خط الرابع تمام، هي 0 ها 1 8 1 8 2 8 3 0 8 3 حلنا صحيح تمام، وهكذا احنا اوجدنا جميع الخصائص المطلوبه، جميع الخصائص المطلوبه تمام. اذا الكفاءه في الحاله هذه بدها تساوي 32 هي درجه الحراره ناقص 16 على 32 ناقص اللي هو 5 درجات اللي هو الخمسه، هي 35 و16، 35 و16 هي نذكر،
هاي هاف 32 و16 و32 و5، هاي درجة حرارة 3 بنطلع اللي هي الكفاءة، تمام؟ بنطلع اللي هي الكفاءة. الكتلة، الكتلة بنجيبها برضو أيضا من نفس الفكرة، ده عندك أوميجا الأولى موجودة، أوميجا الثانية موجودة، بنوجد اللي هو الكتلة، تمام؟ ومن خلال نوجد اللي هو سعة الملف، توجدها من خلال انتالبيا، أنت عندك انتالبيا 1 وانتالبيا 2، تمام؟ انتالبيا 1 وانتالبيا 2، توجد اللي هو اللي هو اللي هي سعة الملف، لأنه 37 زي ما أنت شايف، 37 هيها موجودة، و63 هيها 63 موجودة، والكتلة ما أنت أوجدتها من فوق، وبالتالي عندنا السؤال أصبح محلول. الخلط الأدياباتي ويعتبر من أهم عمليات اللي هو التكييف المركزي، في كثير من الحالات يتم خلط الهواء الخارجي النقي مع الهواء الراجع بعد الاستعمال، وذلك في وحدة المناوئة الهواء، تمام؟ إيش القصد بهذا الموضوع يا جماعة؟ أنا في عندي الهواء الداخلي والهواء الخارجي والهواء الداخلي، والمطلوب خلط ما بين الهواء الخارجي والهواء الداخلي. ليش هذا مفيد؟ مفيد في توفير الطاقة. أنا لما أدخل 100% هواء خارجي درجة حرارته 40 في الصيف للتسخين، ومن ثم أدخله لهواء الغرفة، كل مرة أدخل أبرد 40 ولا أخلط 40 من الخارج شوية مع جزء من الداخل في نقطة مشتركة، ويتم في الحالة هذه تسخين تبريد 30 ولا برد 40؟ في الحالة هذه أبرد 30 توفيرا للطاقة، زي ما أنتم شايفين نقطة 1 ونقطة 2 بيتم سحب جزء من الهواء الخارجي وجزء من الهواء الراجع من الغرف اللي تم تبريدها. هنا بتكون درجة حرارة 40 على سبيل المثال أو 20، وهنا بتكون درجة الحرارة 40، فبنخلط 40 مع 20 بيطلع عندي تقريبا 30 درجة مئوية بيتم إدخالها بعد تبريدها للغرفة، وبالتالي احنا بنوفر طاقة. كيف نوجد درجة حرارة الميكس هذه ثلاثة؟ بنوجدها من خلال الكتلة الأولى ودرجة حرارة الأولى، والكتلة الثانية ودرجة حرارة الثانية، نجمعهم على مجموع الكتل، على مجموع الكتل. تعال نشوف سؤال مباشرة. عندي هواء رطب، هي إحداثياته، هذا خلط أدياباتية مع هواء رطب آخر عند درجة حرارة الجد، تمام؟ وإذا كانت كتلة الهواء اللي هي 2 و3 على التوالي أوجد الطاقة الإنتاج والرطوبة النوعية، تمام؟ مباشرة القانون عندي واضح، اللي هو درجة حرارة الميكس تساوي الكتلة الأولى مضروبة في درجة حرارتها، تمام؟ والكتلة الثانية مضروبة درجة حرارة، عندي الكتلة موجودة 3 و2، وعندي اللي هو درجات الحرارة موجودة باستخدام الخريطة السيكومترية، ممكن توجد درجة الحرارة الأولى هي 60 موجودة، والثانية درجة الحرارة موجودة وهي 5، وبالتالي مش محتاجة خريطة السيكومترية. 3 ضرب 60 زائد 2 ضرب 5 على اللي هو 3 زائد 2 مجموع الكتل الموجوده. لكن احنا ممكن نحل من خلال الخريطه السيكومتريه. تعال نشوف النقطه الاولى هي 60، هي زي ما انت شايف 60، هي درجه حراره الهواء الخارجي، فرضا يكون في درجه حراره تصل خارجيا ل 60، تمام؟ هي النقطه هيها. والنقطه الثانيه عند 5 درجات بيكون مثلا التبريد عند خمس درجات، هي بنبدا النقطه الثانيه، تمام؟ بدل انا ما بدخل عمليه تبريد من 60 كل مره بتم تبريدها حتى تصل لخمس درجات، وفي الحاله هذه استهلاك كبير للطاقه، انا ممكن اضخ جزء من هذه الكميه من الخارج بنسبه 2 مثلا او 3 كيلو او 2 كيلو من الهواء الخارجي على 3 كيلو من الهواء الداخلي الراجع، بتم خلطهم في نقطه، هذه النقطه بتم ادخالها لعمليه التبريد، وبنوفر حالة هذه الطاقة زي ما انتم شايفين. هاي النقطة حصلنا عليها، وبالتالي احنا نوجد 38، هاي على خريطة 38 تنزل تماما 38. الطريقة الأولى عن طريق القانون، والطريقة الثانية انت ممكن انك انت عن طريق الكتل، ما انت عندك الكتلة 3 و2، وبالتالي بنقيس المسافة من هان لهان 3 ومن هان 2، يعني المسافة كلها عبارة عن منقسمها لخمس أجزاء، 2 في اتجاه اللي هو الأكبر و3 في اتجاه الأصغر، يعني 2 الكتلة من الهواء الخارجي و3 من الهواء الداخلي، وهكذا نسبة وتناسب للمسافة هذه الموجودة ما بين الخط ما بين 5 وما بين اللي هو النقطة هذه اللي هي 60 درجة مئوية. تعال نشوف مثال ثاني من الهواء الخارجي رطب، معطيني إحداثيته، تم خلطه 2 متر مكعب، لاحظ إنه بيحكي عن 2 متر مكعب، يعني بيلزمني اللي هو إيه
احولها لكتل من الهواء الراجع عند اللي هو احداثيات كذا، ارسم على خريطه السيكومتريه ثم اوجد حسابيا نقطه الخلط. بده نقطه الخلط على الخريطه السيكومتريه مباشره مباشره. لاحظ انه هو اللي هو معطيني هنا متر مكعب وهنا متر مكعب، مباشره لازم احولهم لكتل، لازم احولهم لكتل. عشان احول على كتل لازم اقسم على الحجم النوعي للنقطة الأولى والحجم النوعي للنقطة الثانية. تعال شوف، هي حددنا النقطة الأولى هي هان، وهي النقطة الثانية هي هان موجودة. الحجم النوعي أوجدناه مباشرة، تمام، هي طلعت 85 شوية أقل منها، تمام، هي هان موجودة 0.84 حجم النوعي، قسمنا 2 على هذا الرقم، وواحد على الحجم النوعي للنقطة الثانية، حجم النوعي للنقطة الثانية طلعت 82 وأنا 75، هي أكثر من 75 بشوية، 0.774، تمام. حصلنا على الكتل، خلاص انتهى الموضوع. ما دام الكتلتين عندي موجودات وعندي درجه الحراره الاولى ودرجه الحراره الثانيه، من خلال القانون، من خلال القانون انا بقدر اعوض خلال القانون وبوجد اللي هو القانون هيا بعوض وبوجد اللي هو 13.8 الكتله الاولى درجه الحراره، الكتله الثانيه درجه حرارتها على مجموع الكتل بوجد اللي هو 13 بوينت. هي بمد الخط لما تتقاطع مع الخط المسار ما بين النقطتين، مع خط المسار ما بين النقطتين. في حاجة تانية مهمة جدا في عمليات اللي هو التكييف المركزي، ما تسمى بالأحوال نقطة التغذية اللي هي السبلاي، وهي نقطة مهمة في عملية التكييف. في الصيف والشتاء يتم اكتساب أو فقدان حرارة من حيز المكيف من عدة مصادر، وتسمى بأحمال التبريد أو التدفئة، وهنشوفها. في عندنا قبل ما نشوف هذا الموضوع في حاجة اسمها الحرارة المحسوسة. هذه الحرارة المحسوسة اللي هي بتأثر على الحرارة داخل المكان الجافة، الحرارة الجافة داخل المكان من خلال الزيادة أو النقصان، وإلها قانون لكيو اس بيساوي كتلة الهواء مضروبة في الاس بي اللي هي سبيسيفيك هيت الحرارة النوعية ضرب دلتا تي اللي هي ايش الدلتا تي اللي هي الحرارة الجافة. إذا الحرارة المحسوسة بتأثر على الحرارة الجافة، تذكر هذا الموضوع، تمام. الحرارة الكامنة، حرارة كامنة لها تأثير مباشر وين؟ على الإنتالبية أو على الأوميجا. بتلاقي الكتلة مضروبة في الإنتالبية أو الكتلة مضروبة في الأوميجا مضروبة في الـ HFG. إيش الـ HFG؟ هي الحرارة الكامنة للهواء، حرارة كامنة للهواء. تعال نشوف سؤال، حيز مكيف له حمل محسوس، هل قد؟ حيز حمل محسوس يعني تؤثر على دلتا تي، تذكر حمل كامل هل قد تؤثر على ايش؟ على اوميجا او دلتا اتش، تذكر. يراد الاحتفاظ بالحيز المكيف، حدد احوال نقطه التغذيه، تمام. حتى نحدد احوال نقطه التغذيه تذكر ان الكيو اس تساوي الام في السي بي في دلتا تي، تمام. ودلتا تي هي عباره عن ايش؟ هي الفرق ما بين درجه حراره الغرفه ودرجه حراره اللي هو ايش؟ السبلاي. هي النقطه، هتقول لي ما هي نقطه التغذيه؟ هي النقطه اللي موجوده ما قبل الروم، ما قبل اللي هو المكان المراد تكييفه، تمام، او هي النقطه ما بعد الجهاز الذي اعطى البروده للهواء، تمام. اذا تي ار ناقص تي اس تساوي كيو اس على الام، الكتله في المضروبه في السي بي، تمام. الكتله عندنا موجوده، الكتله هذا معطى طبعا، والواحد فاكر السي بي قال لك احفظها 1.06، تمام. دلتا تي اوجدناها 10. عشان نوجد اللي هو نقطة السبلاي على خريطة السيكومتريه بدنا كمان خاصية نوجدها من اللي هي ايش؟ الحرارة الكامنة، ومعطيني هو الحرارة الكامنة تساوي الكتلة في الاتش، وهذا الاتش عندي ثابت ثابت دائم ثابت حفظ، تمام. والدلتا اوميجا اللي احنا بدنا اياها اللي هي ما بين الروم وما بين السبلاي، ما بين الروم ما بين السبلاي، والكيو هذه معطى في السؤال وهذه معطى وهذا معطى، بنوجد اللي هو الفاقد اللي عندنا مش معروف اللي هو اوميجا اس. اصبح في عندي اوميجا اس موجوده وفي تي اس موجوده، بحاول اوجدها على الخريطه السيكومتريه. احنا عارفين اي نقطه على الخريطه السيكومتريه حتى نوجدها يجب ان تكون خاصيتين، هي تي اس موجوده والاوميجا اس موجوده. ما هي نقطه التغذيه؟ هي النقطه الموجوده ما قبل الرومز، هي محصوره ما بين الغرفه وما بين الجهاز، هي النقطة ما بعد الجهاز اللي هو المكيف وما قبل الروم، هي ما هي تقريبا هي النقطة أو الهواء الموجود المحصور ما قبل دخوله إلى الروم، قبل دخوله إلى الغرفة، وبالتالي
بالتالي تنتبه معلومة مهمة جدا، أنها في فصل الصيف بتكون الصبلاي درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الروم، وفي فصل الشتاء بتكون درجة حرارة الصبلاي أكبر من درجة حرارة الروم، تمام؟ عشان هيك معظم درجات الحرارة اللي هنا موجودة للصبلاي أس 1 أس 2 أس 3 وأس 4 هي درجات حرارة أقل من درجة حرارة الروم، ما يوضح إن إحنا موجودين في فصل الصيف، وبالتالي إحنا بنضخ درجة حرارة أقل عشان في فاقد موجود في المواسير، وبالتالي بتصل درجة حرارة 23 مثلا على سبيل المثال 23 درجة، يجب أن إحنا نراعي أنه في الصيف تكون درجة حرارة السبلاي الهواء المعقبل الرومز أقل من درجة حرارة الروم عشان إحنا في فاقد موجود في اللي هو المواسير، تمام. في حاجة اسمها تعرف نسبة الحمل المحسوس لأي حيز، منسوب الحمل الكلي لهذا الحيز بمعامل الحرارة المحسوسة CHF تساوي QS المحسوسة على الكامل، الطاقة المحسوسة هي تتعلق بدلتا T على الكامل يتعلق بدلتا أوميجا، تذكر هذه المعلومة. عشان نأكد شغلنا لازم نشوف اللي هي عملية التكييف اللي احنا شايفين، هذا هو حيز المكيف تمام، وهذا هو ملفات التبريد اللي احنا بنحكي عنها، ملفات اللي هو التبريد تمام، ملفات اللي هو التبريد. ونلاحظ انه الحيز المراد المكيف اللي هو الار اللي هو الروم، الهواء الراجع من المكان المراد تكييفه زي ما انتم شايفين بيتلاقى مع الهواء الخارجي في نقطة تسمى ميكس اللي احنا حددناها، نقطة الميكس هاي شايفين هذه النقطة الميكس هي في النص، احنا الهواء اللي موجود في حيز التكييف مش كله بنطلعه للخارج، بتمشي التخلص منه خارجيا كله، جزء منه بناخده جزء 20-30% منه بيتم ادخاله عشان يتم خلطه مع هواء خارجي في نقطة تسمى نقطة الميكس تمام، وبندخل جزء من بره وجزء من جوه في النقطة هذه عشان نوفر طاقة، وبتم ادخاله على ملفات التبريد زي ما انتم شايفين، ويتم بتم تبريد او تسخين ملف تبريد هذا الهواء، وبطلع مباشرة من خلال المواسير بدخل مرة ثانية على حيز المكيف. هذه النقطة تسمى نقطة الصبلاء، وهي ما قبل الغرفة، ما قبل الروم، ما قبل مكان مراد تكييفه زي ما انتم شايفين. إذا لو جينا مثلا على الخريطة السيكومترية هنلاقي أن الخارجية نقطة خارجية يعني تمام، والرومز هاي جزء من الهواء الداخلي بيتم سحبه وجزء من الهواء الخارجي بيتم سحبه ويتم خلطه في منطقة تسمى الميكس، ومن ثم بيتم ضخه مباشرة في عمليات التبريد، هي عملية تبريد درجة حرارة كانت هان صارت هان، كل ما اتجهنا لهان بيتم عملية التبريد لما وصلنا لنقطة السبلاي، ومن ثم بترجع للرومز، ترجع للرومز. عشان هيك نقطة السبلاي بيتم تحديد إحداثياتها، ونقطة الروم بتم تحديد إحداثياتها تمام، وهي في الصيف درجة حرارة الغرفة أكبر من نقطة التغذية، وفي الشتاء بيكون اللي هو العكس، وبالتالي احنا ننهي لقائنا اليوم لهندسة التبريد والتكييف ولهندسة المباني